أهلا بيكو في المحاضرة الستة بالنسبة لنا في كورس المونتاج، والمحاضرة الأولى والأخيرة في برنامج موفي ميكر في مونتاج الفيديو. طبعا أنا حابة أرحب بكل الناس اللي انضمت لنا جديد. خليني كده في البداية، يعني زي ما المرة اللي فاتت اتعرفنا بالناس الموجودة، خلينا برضو نتعرف بيهم مرة تانية بشكل سريع كده. فهبدأ من أسامة. يا ريت يا أسامة تعرفنا بنفسك. أنا اسمي أسامة محمد عبد الفتاح، 25 سنة، ليسانس آداب جامعة الزقازيق. أسماء. أنا اسمي أسماء محمد، خريجة كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة اسكندرية، عندي 24 سنة، 25 سنة لشهرين. دعاء. دعاء نجاح من محافظة أسيوط، ليسانس أصول دين، مدربة كمبيوتر مبتدئة. أستاذ عمار. السلام عليكم، تحياتي للجميع. عمار رميض من العراق، عضو إداري بجمعية السراج، معد ومقدم برامج ومونتير في كربلاء. أنا بحضرتك. أستاذ محمد. محمد موسى، خريج كلية ألسن جامعة عين شمس، عندي 30 سنة، من هواة التقنية عموما، وبقيت أحتاج للمونتاج في الفترة الأخيرة عشان قناة اليوتيوب اللي عندي اللي بعمل عليها فيديوهاتي عن التقنية، فبحتاج إن أنا أحيانا أعمل مونتاج. أهلا بحضرتك. فاطمة. فاطمة الصبري، 31 سنة، من محافظة دمياط، متطوعة في فرسان. أهلا بيكي. طبعا أنا حابة أن أرحب بيكو جدا، والنهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض على طول الويندوز موفي ميكر. ويندوز موفي ميكر برنامج سهل جدا جدا جدا، مش صعب خالص في التعلم بتاعه. يمكن أنا بداية ما اتعلمت الويندوز موفي ميكر اتعلمته من مبصرين، لحد ما لقيت له بعد كده شروحات للمكفوفين. بس بداية ما اتعلمته قعدت اجيب فيديوهات على اليوتيوب، لان كنت في احتفال، فالاحتفال ده كنت عايزة اعمل زي ما الناس بتعمل. اشمعنى كل الناس بتعمل مشاريع لنفسها واحنا في الكلية كأسرة وفيها كلهم مكفوفين، ليه ما يعملوش الحاجة دي بنفسهم؟ ولما سألنا على حاجة زي دي قالوا لنا ان دي حاجة والناس هتاخد عليها فلوس ومش عارفة ايه والحاجات دي. فانا ما حبيتش ان انا اتعامل بالوضع ده، وقلت احنا ما زينا زي غيرنا، وبدأت ان انا اشتغل على الحاجة دي. ولقيت فعلا حاجة بتشرح الموفي ميكر. بعد كده لقيت له شروحات طبعا للمكفوفين، وانا بشكر كل حد فعلا شرح البرنامج ده. برنامج الموفي ميكر حلو قوي مع الناطق، متوافق بشكل كبير جدا 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 مع فكرة البرنامج الانفيد ايه. انا ما جربتهوش على الجوز، بس اللي انا جربته فعلا فعلا فكرة الانفيد ايه. جاهزين كده الاول نبدأ؟ اول حاجة طبعا حابين ناخدها مع بعض هي تسطيب البرنامج. انا عارفة ان البرنامج تسطيبه سهل جدا، بس لربما حد يكون بيحب قوي يعتمد على فكرة ان انا محتاجة اسطب البرنامج. طب هوصل له ازاي؟ طب الحاجات دي كلها. انا هسطب البرنامج ونبدأ على طول نشتغل عليه ان شاء الله. Desktop list. كده صوت الناطق سامعينه صح؟ تمام. W Windows Movie Maker dot z. طيب ده البرنامج بتاعنا، هنضغط انتر. Windows Movie Maker 2.6 setup. Welcome to the Win cancel button. Next button. Space. Windows نكست Movie عادي، Maker. Back button. I accept the terms in the license agreement. Checkbox not checked. ودي هديله اي اكسبت برضو. Space. Checked. حدد عليها. Back button. Install button. Install. Space. Windows Movie Maker 2.6 setup. Please wait while the setup. Windows Movie Maker 2.6 setup completed. The Windows. هنا طالب مني فينش، هديله فينش. Space. ورشة عمل. كده البرنامج اتسطب. طيب انا عايزه اجيب البرنامج ده، هروح دلوقتي السي. Desktop list. C. Computer 24. Computer window. Items view. Local disk C. Local disk C. Items view. P. ادخل هنا في البروجرام فايل. P. Program files 3 of 6. P. Program files x86. Program. همشي بحرف الام لحد ما الاقي كلمة موفي. M. Microsoft. M. Microsoft. V. M. Microsoft. Dot. M. Movie Maker 2.6. Movie Maker. هضغط انتر. Items view. M. Movie. Dot. X. وهلاقي هنا كلمة موفي. هي دي بقى اللي انا محتاجها، وهاخدها اعمل لها سنت تو على سطح المكتب عشان نبدأ نشتغل عليها. Rename, delete, create, cut, cut, send to submenu, Bluetooth, map, format, format, fax, receipt, documents, desktop, movie maker. ده بشكل سريع كده. انا حبيت ان انا اشرح الحتة دي عشان ما تلخبطش حد، ولو حد حصل عنده مشكلة يبقى عارف يوصل لفين. خلينا نفتح البرنامج مع بعض بقى على طول كده. M, moving.exe, location, NVDA slave C, بدون عنوان, Windows Movie Maker. قائمة المقاطع list first select all unknown. طيب أول ما بفتح البرنامج هنا بيقول لي اسحب لمقطع فيديو مش عارفة ايه والحاجات دي كلها. هنا بينقسم لحاجتين، أول واحدة اللي هي الليست بتاعت الحاجات اللي أنا بحطها، ولو مشيت بتاب الحاجات بقى اللي أنا ببدأ أديها مثلا أوامر عشان أبدأ أشتغل عليها.
طبعا انا عارفه ان احنا من الناس اللي بتحب تنجز اكتر في فكره الاختصارات، مش مثلا اعمل لا اروح هنا واجيب الكلمه، لا احنا دايما بنحب ونعشق كده فكره ان يكون معانا اختصارات. خلينا نمشي كده خطوه خطوه. علشان اجيب مقطع في حاجه اسمها استيراد للمجموعات او امبورت، اللي هي استيراد، بعملها ازاي؟ زي اوبن مثلا، زي ما كنا بنعمل اوبن في الجولد ويف كده. فدي الاستيراد دي بقى بنعملها بكنترول اي. بصوا كده، لما هضغط كنترول اي هيقول لي ايه؟ انا عايزه اجيب الحاجات بتاعتنا عشان نشتغل عليها مره واحده. كنترول اي، استيراد ملف dialog file name خيارات الاستيراد file name combo box collapsed edit blank استيراد ملف. الملف ده صوت، صورة، زي ما احنا عايزين بقى، اي حاجة. folder view list. انت احسن من انا معايا هنا ملف فيه موسيقى وفي 3 صور وفي مقطع تاني موسيقى برضه، فأنا هاخد كل الحاجات دي وأشوف أنا هعمل بيهم إيه. selected موسيقى. انت احسن select all بدون عنوان. أول ملحوظة عايزين نتفق عليها إن لما يكون معايا مشروع، أولا لازم أخلي الحاجات كلها في فولدر واحد. مش معنى كده إن أنا لو دخلت جبت حاجات من فولدرات مختلفة هيقولي لأ، بس عشان ابقى عارف انا عايز اعمل ايه اصلا، ابقى محدد هدفي ان انا مثلا لا انا عايز ادخل اجيب مشروعي، فمش هروح اجيب الصوره من هنا. انا عامه انا كشخص يعني من الناس دي اللي الصور في حته ومقطع الناس اللي بتبعتولي في حته، وبقعد الفلف بقى حوالين الصور واجيب الحاجات دي. تاني حاجه اسمي الصور بتاعتي عشان ما بقعدش استعين كتير بحد، ودي صورة مين؟ لا طب ثواني، انت قلت لي ده كانت صورة مين تاني؟ والكلام ده كله. حاجة تالتة برضو عايزاكم تتأكدوا منها ان الصور دي مظبوطة مش مقلوبة. ليه؟ لان وارد ان تبقى صورة مقلوبة، فانت جيت وعملت مشروعك يا عيني وتعبت عليه والكلام ده كله، وفي النهاية كده حد يجي فيلسوف زمان وعصره واوانه كده يقول لك اصل الصورة مقلوبة، يا خسارة، معلش يلا بقى عشان كفيف. يعني مش هنقول له حاجة بقى، هنعمل ايه يعني؟ هو كويس ان هو وصل لكده. دايما انا لما بجيب مثلا، لان انا مثلا بعمل برامج لناس، فساعات بتعدي 134 صورة اللي هشتغلهم على فيديو 5 دقايق او مقطع صوت 5 دقايق، بتأكد كويس جدا من والدتي واخويا ان الصور ال 134 دول كويسين، مفيش حاجه فيهم مقلوب. فدي الملحوظات اللي انا حبيت ان انا اقولها لكم. لو اي حد عنده سؤال في اي وقت وقفوني. طب سؤال ايه ده؟ اتفضل. دلوقتي انت لما عملت سيلكت اول فتحتيهم بقى ازاي وحطيتيهم ازاي بقى في الموفي ميكر؟ تمام. اولا انا عملت سيلكت اول لان انا حطاهم كلهم في فولدر واحد في مكان واحد، فعملت لهم كنترول اي ودوست انتر بس، مش اكتر من كده. يعني بعد ما عملت سيلكت اول انتر على طول؟ انتر على طول، كده بس كده. وبياخدهم في اقل من ثانية. يعني لو الملف ده ممكن 2 3 ساعات، برضه في ثانية بلاقي ان الملفات كلها نزلت، ما بيطولش مثلا زي فكرة الجولد ويف، لا بياخدهم تمام. بسرعة جدا. ملحوظة تانية، احنا قلنا في الجولد ويف بنعمل الشيفت ايه عشان نعرف مدة الملف، فمهم قوي ان انا ابقى عارف الملف بتاعي قد ايه. طب انا ما دخلتش الجولد ويف ومعرفش الملف بتاعي قد ايه، وعايزه اشوف انا هحط الصور بتاعتي على قد ايه. يعني انا دلوقتي معايا 3 صور، طب انا عارف كل مقطع هياخد معايا كام ثانيه؟ اول كده حاجه خلينا نستعرض الحاجه اللي هنلاقيها فوق المقطع هنا لما نروح له. موسيقى. اهو موسيقى دي اللي انتوا بعتها لكم على الجروب. الموسيقى دي لو انا واقف عليها كده، لو عايز اعمل سبيس، لو عملت سبيس هتشتغل. طيب انا عايز اعمل عليها ابلكيشن عشان اشوف هيقول لي ايه. كونتكست منيو اضافتي الى الفتره الزمنيه كنترول بلس دي اضافه للفتره الزمنيه وهنعرفها يعني ايه. تشغيل المقطع سبيس بار تشغيل قص كنترول بلس اكس نسخ كنترول بلس لصق كنترول بلس لصق حذف داو حذف اعاده التسميه اعاده التسميه. لو انا مثلا عندي المقطع وجيت عايز اسميه هنا هسميه هنا عادي. انشاء المقاطعه استعراض بحث الاستعراض خصائص اضافه خصائص خصائص. ندخل كده في خصائص. خصائص ديالوج هيجيب لي بقى هنا بيانات كتير خالص، بس انا همشي تابع. List one list. المدة 12:40 صفر. قال لي المدة بتاعتي 40 ثانية. انا لو ما دخلتش في الجولد ويف وعرفت ان الملف بتاعي قد ايه، فانا هدخل من هنا هقف على المقطع نفسه واعمل ابليكيشن والاقي كلمة خصائص، هدوس على خصائص دي وامشي تاب مرة واحدة، هيقول لي مدة الملف بتاعي. وزي ما قلت لكم دي مهمة جدا جدا، لأن في ساعات كتير لما كنا في البداية ما نعرفش المقطع كنا نحط مثلا، يعني يبدو إن ممكن يكون مثلا معايا 100 صورة، فأجي على ال5 دقايق أنا محتاجة أحطهم كلهم، فأحط مثلا 10 ثواني 10 ثواني، ألاقي نفسي مع الوقت خلاص الصور في صور معايا ومش لاقية لها وقت، فاضطر أرجع أعمل أندو تاني عشان أقلل حجم الصور. طيب معلش المقاطعة يا أستاذ عادل، اتفضل.
ازاي بعرف ان مثلا المقطع خلص ولسه في صور بتتعرض بس ما معهاش موسيقى؟ بيبقى هو شغال شغال ازاي ما الناطق الموسيقى وهو ساكتة والصور لسه ماشي بتتعرض؟ ما الناطق. الفيديو شغال، ما هو الفيديو شغال معاك، انت بتوقف وتشغل الفيديو شغال، بس هو سكت، الموسيقى سكتت والصور معاك انت شغالة. وبعدين الناطق طول ما انت مسيفتش وهو ماشي على صورة صورة بيقول لك دي كذا كذا كذا، وطول ما هو ماشي تمام، بينطق اسم الصورة. ده كويس خالص. تمام، فانا عشان كده قلت ان احنا لازم نصور من الصور. نسمي الصور، والحاجة التانية ان احنا ما نتلخبطش دي صورة ايه فيهم. الحاجة التالتة ان انا دلوقتي اهو انا عندي 40 ثانية ومعايا 3 صور، فانا هقسم ال40 ثانية على ال3 صور. هبقى في من بدايتي كده مقسم، مثلا انا عندي مثلا المقطع التاني لما شفته كان دقيقة و17 ثانية. طيب يبقى كده اول حاجة بيديها لنا وقت الملف، وقت البدء 12 مساء و 00:02. هنا بيقول لي ايه وقت البدء. طيب هو هنا مديني ثانيتين، انا هنا لما شغلتهم لكم هو عدى منه ثانيتين، فهو عايز يقول لي ان انتي شغلتيه من عندي ثانيتين، يعني وقفتيه عند ثانيتين لما انا عملت له شغلته، عملت له ايقاف مؤقت. برضو دي حلوه قوي، ان انا مثلا في حته معينه هوقف مثلا عشان انا عايز احط في الكلمه دي الصوره دي او الحاجه دي، فهاجي هنا ويقول لي مثلا انت هنا واقف عند 5 ثواني، واقف عند 10 ثواني، فبرضو ممكن ان انا احط صوره في الوقت ده. كمل تاني تحت. وقت الإيقاف 12 مساء و40 ثانية. صفر هنا جايب لي بقى لغاية النهاية، يعني أنا بدأت من حاليا من هو من ثانيتين لغاية ال40 ثانية النهائية بتاعته. ملف مصدر grouping expanded. وهنا بقى بيقول لك المصدر أنت جايبه من فين، نوع الملف إيه، والكلام ده كله بتنزل تتصفحه بقى أنت إيه، بتنزل لتحت. أوكي button. وهنا بنعمل أوكي. بدون طيب أنا ما عملتش حاجة، أنا عملت كنسل لأن خلاص أنا ما عملت، مش عايزة أصلا حاجة غير إن أنا أعرف مدة الملف بتاعي. طيب أنت أحسن. خلينا كده نجيب الملف التاني بقى اللي احنا عملناه. موسيقى يبحث فرسان التحدي 4 فرسان التحدي، تقدم لكم ملف صوتي 3. تمام، ده الملف الصوتي بتاعنا اللي اشتغلنا بيه المحاضرة اللي فاتت. عايزة أضيف ملف عشان أشتغل عليه. البيست كنا بنعملها بإيه في الجولد ويف؟ كنترول في. البيست هنا أو إضافة للمجموعات هنا اللي اسمها آد بتبقى بكنترول دي. هحطها كده كنترول دي. فرسان التحدي، تقدم لكم ملف صوتي. سكت ثانية وقال اسم الملف بتاعي، فمعنى كده ان هو ضافه للمجموعات. انتوا عشان اول مرة تستخدموا ده على جهازكم، ولو انتوا يعني عايزين نستنى ثانية بعد كده دخلوا ملفات عشان تبقوا ماشيين معايا خطوة بخطوة، هيقول لكم رسالة كده اللي هو انت عايزني اعرض لك الرسالة دي كل مرة مش عارفة ايه، فاحنا بنديها تشيك خلاص ان احنا مش عايزينك تعرض لنا الرسالة دي تاني وبنعمل له موافق. لكن انا عشان استخدمته كتير قبل كده مش جاية لي الرسالة دي. كده اتضاف المقطع ده، اتضاف لان احنا ايه نبدأ نشتغل عليه. لحد هنا ممكن نحط ملفاتنا؟ لا مش فاهمة يا دعاء ازاي اتضاف، هو خلاص انت ضفتيه معاكي في القايمة انا الموجودة ضفته دلوقتي. لقائمة الانتظار، لقائمة الشغل هنا، لكن اه انا تمام. دلوقتي ضفته تاني اللي هو انا كده ضفته عشان هشتغل عليه بقى، احط له صور، اكتب عليه، هبدأ بقى اشتغل عليه بشكل عام. اما انا جايبه بمعنى ملف زي تاني فكرة معانا الكنترول تاب الملف اللي انا بشتغل عليه فبقف عليه، بالظبط. دي هنا الفكرة. بالظبط كده، يعني يعني هنا انا إضافة عملت أولية كده وبعدين إضافة للوحة العمل بقى نفسها اللي هبدأ أشتغل بيها. بالظبط كده. احنا هندخل بقى في ايه، في لوحة العمل نفسها بقى بتاعتنا. يعني المفروض إن أنا بعد ما أحط الملفات دي لو أنا ضفتهم دلوقتي أقف على كل واحد وأدوس له كنترول دي، صح كده؟ في وقت ما نحتاج. آه يعني واحد واحد، مش لا كلهم مع بعض. يعني انا اول حاجة عملتها الموسيقى اللي انا هشتغل بيها هي اللي كنترول دي، وقت ما بس هحب اضيف حاجة تانية هعمل لها برضو كنترول دي. طب في حاجة كنت عاوز أسأل عليها، معلش. اتفضل. هو أنا دلوقتي لو أنا عاوز أعمل إيديت لفايل من الفايلات، يعني مثلا معايا فيديو وضفته للبرنامج وعاوز أقص من الفيديو دوت حتة مثلا، انا كنت هسأل على الجزئية دي. هو القص انا معرفوش، يعني انا لسه معرفتش فكرة القص، لكن انا هدور عليها لان انا سمعت ان هو بيقص فيديوهات او كده، لكن فعلا ما اتحققتش منها. يعني المحاضر لما سمعته قعد يقول هنقص ونقص، وقعدت اسمع في المحاضرة، بس بعد كده قال لك هنستكمل موضوع القص ده في محاضرة تانية ومش عارفة ايه، بعد ما سمعت 40 دقيقة يعني القطع موجودة اللي هي ممكن بقى تطلع. تمت يعني بتشيل المقطع من مكانه تحطه في مكان تاني او تنقله لو انا عاوز اقرره مثلا او كده، انما مش دي القص مش تقريبا قص الفيديو، لا مش قص الفيديو، هو ده نقل الملف بشكل عام. ايوه تمام. طيب هندخل كده الملفات بتاعتنا عشان نبقى ماشيين مع بعض، عشان لو وقفت حاجة نصلحها مع بعض. طيب ادخلها ازاي؟ طيب ما انا مش عارف دخل ملفاتنا ازاي، هنعمل
هنقف على البرنامج نفتحه ونعمل كنترول اي، انا عملت كنترول اي، جاب لي ملف مربع خالي كده يعني بيتحرك بالاسهم ترجع فيه بيقول لي خالي. شيفت تاب زي ما بنعمل في تمام، فايل نيم عادي، شيفت شيفت تاب تاب وندخل ملفاتنا شيفت تاب واحده ولا اتنين؟ على حسب ما يقول لك الفولدر فيو بتاعك. تمام. طب ده انا حصل معايا حاجه غريبه قوي دلوقتي، انا كنت حاطط المقاطع وبتحرك عليها بشكل طبيعي عادي قبل ما اعمل كنترول دي، دلوقتي باجي اتحرك عليهم بعد ما عملت الت تاب ما لقيتش اي حاجه موجوده خالص من المقاطع، كاني مش حاطط حاجه. دعاء انا فتحتهم وحطيتهم، بس دلوقتي بقى عايزه اضيف مقطع بكنترول ودي، طيب اتحرك بيه ازاي بقى؟ طيب خلينا بقى كده مركزين مع بعض. بالنسبه احنا ماشيين يا عمار مع بعض، انت معانا كده؟ نعم، ست متواجد مستمر وياك. قصدي معانا يعني لغايه ما احنا وصلنا، انت كده متابع معانا؟ اي نعم، بس يعني شوي شوي ان شاء الله ظل تابع يعني ورك. لو في حاجه وقفني انا هرجع اعيد لك تاني، عشان برضو تمام اختلاف اللهجة وكده، فبرضو لو كده هعيد لك تاني الحاجة يعني، اوكي لو في أي اوكي حاجة وقفني في أي وقت، انا لقيت اوكي حل للمشكله بتاعتي، ان احنا بندوس إنك اف ترجع 6. شيفت تاب. لا، بندوس اف 6 بيقول لي قائمه المقاطع وبيرجعني على القائمه. ولو شيفت تاب هيرجعك تاني. والله طيب اللي عمل عندك ده ليه بقى؟ لأن أنت لما دوست الكنترول دي هو وداك لوحة العمل اللي أنت هتشتغل فيها. طيب كده كلنا عملنا كده، اللي هو خلاص خدنا كلنا الملفات في بقت في لوحة الانتظار موجودة، كله تمام، تمام، انا بقى خلاص موجود في كله اتفضل. بقى، عملت له كنترول دي برضه ظبطت. تمام كلنا عملنا كده، خلاص ننتقل لخطوة تانية. تمام تمام فرسان قائمة المقاطع ليست فرسان انا خلاص خدت المقطع ده الملف الصوتي، فرسان اشغل الملف من بدايته بكنترول كيو، كنترول ضاد. فريق فرسان التحدي يقدم لكم كان الملف من اوله بايه؟ كنترول كيو كنترول ضاد او كنترول كيو، ضاد. ماشي ده بعد ما اكون عملت كنترول دي للملف الاولاني اللي انا عايزه اوقفه، وكنترول ثاد ايقاف مؤقت واشغل، اللي هي بلاي وبوز. وكنترول ثاد دي بنشتغل بيها كتير جدا 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 جدا، هي الاساس بتاعنا اساسا يعني. يبقى كده هنشرح حبه وبعد كده نرجع نقف نكمل زي ما كنا بنعمل. تمام، تمام يبقى كنترول كيو هي اللي بتخليني تشغل لي المقطع من اوله، يعني لو انا كنت واصل في نصه ودوست كنترول كيو هيرجعني تاني برضو من اوله، هو مسؤول ان يشغل لي الملف من اوله خالص. هنشوف كده فيها ايه تاني دي. فرسان التحدي تقدم لكم ملف صوتي. طيب كده انا حاليا مشيت تاب على فكرة، يعني انا من قائمة قائمة المجموعات المقطع دي انا مشيت تاب مرة واحدة. فرسان تمام، التحدي ما تعملهوش لأكتر من مرة كنترول دي، لأن لو أنت عملته أكتر من مرة كنترول دي، لو عملت له أكتر من مرة بعد ما يخلص هيكرر. تمام يبقى إحنا زي ما قلنا واقفين على المقطع ده. طب المقطع ده صوته عالي وأنا عايزة أوطيه، عشان حتى أتابع الناطق أتابع الحاجات دي كلها، إن أنا أوطي مقطع بكنترول يو. بصوا كده لما أدوس كنترول يو هيقول لي إيه؟ مستوى صوتي للمقطع الصوتي دايلوج 15 ضبط مستوى الصوت 50، يا اما اقلل يا اما زود. طيب انا هقلله بس مش عشان اشتغل بيه يعني كده، بس انا هقلله عشان لما يتكلم الناطق انتوا تسمعوه، لكن في العادي انتوا هتبقوا سامعينه، يعني لو انتوا بتجربوا وحدكم هتبقوا سامعينه، لانكم لو وطيتوا المقطع وخلاص اشتغلتوا عليه هيبقى المقطع بعد كده منخفض، فانا هوطيه بس عشان يعني فكرة نسمع الناطق. توطية الصوت ديت توطية صوت المقطع حقيقية مش توطية في الوقت الحالي يعني اللي أنا اه بشتغل لا بيه. هتبقى على طول انت تمام بتوطي الملف كله بتاعك، بس انا تمام هوطيه عشان فكرة نسمع الناطق هيقول لنا ايه في التعليمات بتاعته وقت ما نعود. 9 27 6 5 حلو، 25 عليه. عملت كنترول يو ورجعت بالسهم يمين عشان يقلل، فانت ممكن تقلل وممكن تزود. بدون عنوان ويندوز موفي ميكر فرسان اشغل تاني. فريق فرسان التحدي يقدم لكم. تمام كده. طيب دلوقتي احنا قلنا ان خلاص قائمة كده ايه، ان المقطع ده حطيناه كل حاجة وبقينا نوقفه، بنعمل له ايقاف وتشغيل بكنترول ثاد وبنشغله بكنترول كيو والكلام ده كله. طيب يتبقى معانا كمان الصور، احنا عايزين نظبط قصة الصور. طيب نحط اول صورة ازاي بقى؟ برضو بكنترول دي، بس قبل ما نحط الصورة بكنترول دي انا دلوقتي شفت المقطع ده عايز اعرفه هو قد ايه. فرسان كونتاكت قص كنترول بلس اكت خصائص هقف على الملف وادوس خصائص خصائص دايل وامشي تابه مرة واحدة. ليست 1 ليست المدة 12 مساء ودقيقة و17 ثانية 96 واحد.
طيب هو بيقول لي ان هو دقيقة و17 ثانية، هنقول دلوقتي ان هو مثلا دقيقة و17 ثانية بس، وانا عندي 3 صور. طبعا الشاطر في الرياضة يعني ينجزنا في القصة دي ان يقسم لي الدقيقة و17 ثانية على فكرة المقطعين. فانا حسبتها من شوية مع نفسي كده، لقيتها ان 25 25 27، فاحنا ممكن نمشيها كده يعني، حتى لو الحساب غلط مش مشكلة أو ممكن 26 26 25، فاهماني؟ مثلا. طيب برضو مش هنختلف في دي، بس الفكرة ان زي ما قلت لكم لازم نبقى عارفين الوقت عشان ما نضيعش في الاخر، لان بيصادف ان انت بتبقى معاك 100 صورة، يعني دول 3 بسيطة قوي ان احنا نتعامل فيها يعني. تمام يا دعاء، اتفضلي. دلوقتي لو انا معايا صورة واحدة وعايزة اعملها على فيديو، ينفع مقطع صوت واعمله فيديو صورة ثابتة؟ ينفع عشان اتحكم في الصورة هنعمل ايه بقى؟ آه طبعا لو انت هتحطي الصورة الثابتة هتعملي كنترول دي يعني بحجم المقطع كله، أنا كل فاهمة، ما تخلص تعملي كنترول دي كنترول دي كنترول دي لغاية الملف ما يخلص معاكي. يعني أنا طول ما المقطع شغال وأنا معايا الصورة شغالة بكنترول دي لحد آخر المقطع. بالظبط. بس هنتحكم في ده بإيه بقى؟ هنا عندي الصور بتبدأ معايا من أقل من الثانية لحد 30 ثانية كل مرة. أنا قبل ما بحط الصورة بتحكم الأول في مدة الثواني بتاعتها أنا عايزه قد إيه. بجيب ده من فين؟ Alt، شريط القوائم في وبر ملف، أنا هجيب الصورة الأول، قائمة المقاطع ليست، أنت أحسن الخط الأول فرسان. فصورة على فكرة وانتوا كمان ممكن بالحرف الأول للحاجة تجيبوا، ففرسان التحدي تقدم، ففرسان التحدي. ودي حتة حلوة قوي لما بتكون صور كتير. أنا برقم بقى يعني، أنا في العادي لما بتكون صور كتير برقم 1 2 3 10 20، عشان والدتي بتقولي مثلا صورة 9 حلوة، صورة مش عارفة 95، فاحنا بنمشي مع بعض بالترقيم، وهنا بس هكتب هنا مع شهادة، هنا مش عارفة حصل تكريم ايه، الوصف اللي هي بتقوله لي عشان انا افهمه يعني. فبعد كده بقى بتقولي ان صورة 20 مقلوبة، فابدأ بقى اتعامل معاها واشيلها والكلام ده كله. Alt شريط تحرير عرض ادوات، وهمشي لحد كلمة اوبشن، يعني همشي باليمين لحد ادوات واطلع كونتكست خيار فوق لاوبشن، او ممكن طبعا Alt O يعني اللي هي اوبشن احنا بنجيبها من هنا، بس انا بس بقول للناس اللي بتحب تمشي بالاسهم اكتر يعني. فانا هعمل Alt وامشي بالسهم يمين لحد ادوات وبطلع سهمين لفوق بيقول لي اوبشن، فيلم خيارات خيارات ديالوج خيارات، وبدوس عليها انتر. بدوس انتر هنا بيديني انا، عشان انا واقفه اصلا على الحته بتاعت الصور، فهنا بيديني بقى عدد أربعة الثواني، خمسة هنا مديني انا 5 ثواني. وكل مرة بتختار منها الصور هنا بتفضل محتفظة بالترقيم بتاعها أو عدد الثواني حتى لو قفلت البرنامج وفتحته. أنت اللي بتغير بنفسك الصور اللي أنت عايزها، كل صورة عايزها قد إيه بنفسك، طول ما ما غيرتش هو بيحتفظ بآخر رقم أنت حاطه، سواء 30 سواء 5 سواء 10 سواء زي ما أنت عايز بقى. فانت اللي بتتحكم لو انت عايز تمشي الصور كلها 5 ثواني يبقى تسيبها زي ما هي، لا عايز تمشيها كلها يعني. انا مثلا في المحاضرات الطويله بمشيها كلها 30 ثانيه 30 ثانيه، واول ما المحاضره تبدا تخلص بقلل بقى بخليها 5 ثواني، عشان ايه؟ ما اخليش الصوره تبقى اكتر من الفيديو بكتير يعني. اللي احنا محتاجينها اللي هي متقدم، اللي هو الصفحة اللي اسمها متقدم وفيها مدة الصورة، صح كده؟ بالظبط، هعمل لغايه اوبشن وهمشي بالتاب لحد ما يقول لي ايه عام، اللي هي الصفحات بتاعتنا اللي هي زي ما احنا خدناها في الجولد ويف اللي هي ريكورد وبلاي وديفايس وكده. بمشي سامي يمين بيقول لي متقدم، عندي متقدم بمشي تابع، كل مره بعد كده بفتح فيها الاوبشن بيجيبني على ايه، على الحته نفس بتاعت الحتة. الصور، كل مره بفتحها بيجيب لي نفس الحته دي، وانا بحتاج منها بس فكره ايه العدد بتاع الصور. احنا قلنا عايزينها 26 دي، 6 10 1 4 5 26 بدون عنوان، 26 انتر. فرسان فرسان التحدي 4 التحدي 5 تاريخ اللي احطها ايه؟ كنترول دي. فرسان التحدي، تعالوا بقى اسمع كده فرسان التحدي من الاول. فريق فرسان التحدي يقدم لكم تدريب الهندسة الصوتية، إعداد وتقديم دعاء السبع. أهلا وسهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الهندسة الصوتية. اسحب مقطع فيديو النهاردة على قال لي ايه بقى؟ اسحب مقطع فيديو او صوت هنا. فدي حلوة قوي، معنى كده ان خلاص انا المكان بدأ يبقى هنا فاضي. فاضي.
تبدأ هنا تحط. ودي أجمل حاجة أنا بحبها في الـ NVDA أو في البرنامج ده، إن هو بيقول لي بدل ما أشتغل عشوائي ويمكن حتة فاضية يمكن حتة تبقى سودة وبعدين يرجع يكمل صور، لا هنا بيقول لك أول ما تخلص الصورة اسحب مقطع هنا ومش عارفة إيه والكلام ده كله. بس انا عندي حاجه غريبه، معلش حضرتك، وانا اما وقفت على الصوره وجيت دخلت الاختيارات قال لي ايه، تقول لي ما قاليش ان انا اقدر اكتب في الحته دي. أنت مش بتكتب. انا دلوقتي المفروض ان انا واقف على الملف بتاع الصوره قبل ما اضيفه، تمام كده، ودخلت الادوات والخيارات وجبت اللي هو المتقدم عشان اعدل الثواني بتاعتها. تمام، أنت بتنزل بالسهم فوق وتحت. طب ثانيه واحده كده، اه تمام فهمت، يعني هي ملهاش غير ان انا انزل بالسهم فوق وتحت، انها ما ينفعش اكتب فيه. لا أنت بتطلع وبتنزل. تمام تمام كده. ايه بيقول لي بقى هنا اسحب مقطع مش عارفه صوت وصوره ومش عارفه ايه وكده. بروح لقائمه المجموعات بتاعتي قائمة المقاطع موسيقية واختار له كمان ايه، فرسان فرسان فانوس صورة اثنين، هختار الفانوس ده. الفانوس طبعا انا كنت عايزه 26 زي اللي قبله، فبالتالي اه مش هضطر ان انا بقى اروح اغير القيمه بتاعت الصور تاني، فهروح احط برضو ايه كنترول دي. فانوس. وهنا عنده ميزة حلوة قوي ان هو بيحط الصورة بعد ما تخلص على طول، يعني انا حتى لو وقفت بعد فترة هو بيحط لي الصورة على طول بعدها، بعد ما تخلص دي حط دي. انا كده حطيت الصورة التانية. طيب محتاج ان اغير القيمة طيب بتاعت الصور كمان عشان ايه بقى، عشان احط التالتة ونسمع مثلا الملف كله هيقول لنا ايه ونشوفه هو بيألف في الصور هيقول لنا ايه. برضه احنا قلنا الصورة التالتة كام، 25؟ 25 تحريك عرض 25 أدوات فيلم خيارات خيارات 25 بدون عنوان ويندوز موفي ماي قائمة أنت أحسن من غيرك، أنت أحسن من غيرك دي. أنت أحسن. تمام. طيب أنا هوطي صوت برضو. أنت أحسن فرسان فرسان التحدي تقدم لكم ملف صوتي. هاجي على الملف الصوتي ده، أنا كده مشيت تابة عشان أقف على الملف اللي فيه لوحة العمل، فهاجي على الملف الصوتي وبرضه أنزل حجم الصوت بتاعه شوية. مستوى صوت 4 3 2 3 2 لا كده راح خالص. 1 10. طب نسمع بقى كده من البداية. فريق فرسان التحدي في بدايتها أهي، فرسان التحدي أهو قال لنا فرسان التحدي صح؟ آه. هيشتغل الملف. فريق فرسان التحدي أول ما يجي عند يقدم الفانوس لكم هيقول تدريب الهندسة الصوتية، إعداد وتقديم دعاء السبع. أهلا وسهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الهندسة الصوتية. فانوس صورة. هنتعرف النهاردة على الآلة دعاء من الأوامر في برنامج الجولد ويف. تابعوني أيوة بعد بالظبط. الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل معاكم محاضرة الهندسة الصوتية. النهاردة هناخد مع بعض فويس أوفر، أنت أحسن من غيرك، تغيير حجم الصوت، إزالة الضوضاء. وغيرها وغيرها من الحاجات الكتير اللي احنا هناخدها مع بعض. وبكده تكون انتهت محاضرتنا. أشوفكم على خير في محاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسحب مقطع فيديو أو صورتي إلى هنا لإضافته إلى الفيلم خاصك. شفتوا بقى هنا في الاخر قال لنا ايه في اخر ثانية كده او جزء من الثانية الاخير، لان هم كانوا اصلا اسحب لإضافة الصورة 96 حاجة من الثانية كانوا ناقصين، جه هنا وقال لنا ايه اسحب مقطع صوتي او صورة لهنا واضافتها للمقطع. طب دعاء انا عندي بس سؤال، هو انا لما احب اشغل اللي انا عملته كله على بعضه، يعني انا دلوقتي واقف على اللوحة ببقى واقف على ملف معين، لو انا عاوز اشغلهم كلهم فيديو واحد زي ما انت شغلتي كده اشغلهم ازاي؟ بعمل كنترول كيو بيشتغل لوحده، بيشتغل على طول بقى من اوله لاخره. يعني هو بيشغل تلقائي حتى لو انا واقف على ملف معين منهم من القائمة بتاعت لوحة العمل؟ اه لا هو انت طالما شغلت الكنترول كيو فهو بياخد اللي هو معروض عنده، اللي هو الحاجة اللي في الفترة الزمنية بتاعته. انا كده مثلا خلاص حطيت وعدلت وكده، طب انا مثلا حطيت صورة وحسيت لا ان انا عايز ارجع، برضو هنا بنستخدم الكنترول زد، يعني الكنترول زد هنا برضو بتعمل معايا اندو. طب انا خلاص الملف كده عاجبني ومش هحط في الاواخر الثانية دي، خليه عادي كده. بعمل ايه بقى، انا خلاص انا عايز كده الوضع ده. وفي معلومة اتقالت لي برضو ان انا لما ادوس اف 9، انا عايزة بس ابقى اجربها يعني،
لما ادوس F9 بيسمعني الفيلم كامل قبل ما اسيف، عشان لو ربما مثلا ان في حاجه مش حلوه او الكلام ده كله تتشاف مثلا او كده، بس انا هشوف هجرب F9 كده اشوف هيشغل حاجه ولا لا واقول لك. Pain. Dialogue 1. اسحب مقطع فيديو او صورة. Pain. فرسان التحدي. مش عارفة، هو بيقول لي مش مديني ان كده، بس هو قالوا ان الفيلم ممكن يكون هيتعرض من غير الصوت يعني، بس هو بيقولوا ان كده عشان يبين لك ان انت يعني الدنيا تمام لو كده هتسيب. انا هاخده بعد كده احفظه كملف، هعمل له عادي، هعمل له بقى الت، شريط القوائم مشروع، هنزل بالسهم تحت لحد كلمة حفظ ملف الفيلم، واخلي بالي لان تمام. فوقيها في حاجة اسمها حفظ المشروع وكده، لو مثلا في اجزاء من المقاطع في ملفات انا بشتغل عليها، يعني انا مثلا دول عايزه اعملهم كمشروع الصور والملفات، فانا بقول له احفظ لي المشروع ده عشان اي وقت افتحه اشتغل انا عليه واعدل فيه، لكن لا انا عايزه احفظ الفيلم ده اللي انا عملته على طول اللي هو الفيديو ده. فتح المشروع، حفظ الملف، حفظ الملف، حفظ ملف الفيلم، كنترول بلس بي، حفظ ملف الفيلم، بضغط انتر، معالج حفظ الفيلم، نكست، معالج حفظ الفيلم، بروبرتي بيج ليست، جهاز الكمبيوتر، بيقول لي على جهاز الكمبيوتر ولا فين كاميرا تاني ديفايس، مش عارف حاجات جهاز تانية، لكن أنا بختار جهاز الكمبيوتر وأضغط نكست. نكست بتن سبيس بريس نيم اند قم بخط، ادخل بيطلب هنا مني الاسم بتاعي اللي أنا عايزه، هو بيبقى كاتبه الفيلم، سيلكشن، فأنا بكتب مثلا إيه تجربة، انجلش يونايتد ستيتس يو عرب تاء جي را با تاء مربوطة، تجربة قم باختيار مكان لحفظ، هنا بيقول لي المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الفيلم اللي انت عايزه، والمكان ده انت لما بتختاره بيفضل كل مرة، هو بيختار دايما في الفيديو عادي في السي، لكن انا مثلا بغيره من السي بخليه في مكان تاني، فكل مرة هيحفظ نفس الفيديوهات دي في المكان في اللي نفس انت المكان اخترته، لحد ما انت اختار كل تغير، أول مرة. لحد ما انت تغير المكان ده برضو. انا دايما في ملفات الموفي ما بحبوش يبقى في السي، لا بحبه انه يبقى في مكان وانا اتحكم فيه، يعني البلوتوث، الموفي ميكر، الجولد ويف، كل ده ما بحبوش يحفظ في السي، يعني استعراض بعمل هنا استعراض لو عايز اختار مكان، اثنين باك بس بتن انا خلاص انا عارفه هو راح يحفظ فين، نكست بتن اعمل نيكست. سبيس بريس، معالج حفظ الفيلم، بروبرتي بيج، اظهاري اختيارات، اظهاري هنا بيقول لي اظهار اختيارات باك اكتر بتن ومش نكست عارفه بتن ايه، برضه بديله نيكست. سبيس بريس انافيلبل كانسل بتن 7% 2 45% 56% 67% 81% 94% تشغيل، هنا بيقول لي ايه بقى تشغيل، هسمعها لكم فينش بقى، واسمعوها تاني بالناطق، تشغيل الفيلم عندما اقوم بالنقر فوق النهاء، تشيك بوكس نوت تشيكت، تشغيل الفيلم عن لما بدوس انهاء، عند ما ادوس فينش، لو انا دوست له على دي وخليتها تشيك، اول ما هدوس فينش هيعرض لي الفيلم بتاعي على الويندوز ميديا بلاير، او هيعرضه لي في ملف في المشغل بتاعي، لكن هي بتبقى الحكايه مش ناقصه دوشه يعني، فالواحد بيلغيها يعني، ابقى اروح اسمع انا من الحته بتاعته، لكن هو لو انا عملت على دي وعملت فينش يفتحوا لي بقى ايه على المشغل بتاعي على طول الفيلم بتاعي، فانتوا على حسب بقى ما انتوا ايه انتوا عايزين وحابين الحاجه تمشي ازاي. هو بيسيف امتداد ايه ده؟ دبليو ام في بيتغير بسهولة صح؟ يعني ما بيبقاش في مشكلة في الفيديو لو حاولت ان انا احوله باي برنامج تحويل. لا انا دايما بعمل كده، يعني انا مثلا لو انا هشغل ده على التليفون مش هيشتغل معايا، فانا دايما معايا فورمات فاكتوري، دايما تمام. بعد ما بخلص بحوله بالام بي 4 بيبقى زي الفل عادي ما بيتاثرش حاجه تمام، بيه حلو قوي، خالص. كنت هسألك ازاي بتحولي. معايا الفورمات فاكتوري بقى بعد ما بخلص خالص بقى الموضوع ده، بروح اعمل بقى ايه تحويل عادي. اعمل له تحويل خلاص بقى، اخده ان كنت هنزله على صفحه الفيس بتاعتي، ان كنت هاخده على اليوتيوب، الحاجات دي كلها. بالضبط، لان الامتداد ده صعب شوية. طيب في حاجة تانية برضو أخيرة عايزاكم تاخدوها برضو عشان انتوا لو حابين، لأن أنا عارفة إن في ناس بتحب الحاجات دي، وهي لو أنا عايزة أقول إن مثلا كلمة فريق فرسان التحدي يقدم لكم، أنا عايزة أكتب بقى على الصورة، مش عايزة أكتبه كعنوان، أنا عايزة أكتبه داخل الفيديو نفسه بقى، الأوبشن ده بيجي من فين؟ معالج فينش طيب بتن أنا هنا عملت فينش بدون عنوان ويندوز موفي ميكر فرسان ورجعني تاني إيه؟ قائمة زي ما أنا، يعني رجعني زي ما أنا تاني عشان إيه أشوف أنا هعمل إيه. دايلوج 1 انا عايز اكتب برضو فرسان فريق فريق عايز اكتب هنا تاني، شريط طيب تحريك عرض أدوات هجيبها من فين بقى، كونتاكت العناوين والمشرفون، هعمل الت وامشي بالسهم يمين لحد ادوات وانزل للعناوين والمشرفين، وبعد كده بضغط انتر، بيقول لي ايه بدون بقيت شبابنا اللي معانا موجودين، انا هخلص الحتة دي وابقى معاكم حد حد. تمام. شباب إضافة الوعي إضافة أي عنوان في بداية بيقول لي ساشة هنا الفيلم، إضافة عنوان في بداية الفيلم، لو ضغطت انتر هيفتح لي مربع اكتب،
إضافة A عنوان قبل المقطع المحدد سلا. قبل المقطع اللي أنا محدده اللي واقف عليه بالكنترول W. إضافة A عنوان على المقطع المحدد. على المقطع المحدد حاليا. إضافة A عنوان بعد المقطع المحدد. بعد المقطع المحدد. إضافة A أسماء المشرفين في نهاية سلاش الفيلم. إضافة أسماء المشرفين في نهاية الفيلم. طيب إضافة. أنا عايزها على المقطع المحدد. إضافة Dialogue Multi Line A إلغاء الأمر Edit Multi Line Edit Multi Line Blank. ماشي. أول حاجة بيفتح لي تابتين. أنا دايما بختار الكتابة اللي هما الناس قالوا إن دي أفضل، بتقول إن هي بتبان أكتر أو بتوضح أكتر الكتابة، بس دي على حسب الناس اللي قالت، لكن أنا ما أعرفش بصراحة. بس أنا دايما بختار اللي هي Edit Multi Line A إلغاء Edit اللي هي قبل تم على طول. فبكتب مثلا فريق فريق Space فريق فرسان. وان كتابة يقول لي تم واضغط له انتر. فرسان فريق فرسان التحدي يقدم لكم. اول ما العنوان بيخلص هنا بيقول لي ايه، بيقول لي بقى هنا اكتب عنوانه مش عارفة ايه وكده بعد ما بيخلص العنوان بتاعه. فانا ببدأ بقى على كده اكمل بقية الصور بتاعتي او الكلام ده كله. اتمنى فعلا ان يكون الشوية اللي احنا خدناهم، انا عارفة ان هم قليلين قوي وان البرنامج فيه امكانيات كتيرة جدا، بس انا حبيت اديكم اللي انا عارفاه فيه او اللي انا تعاملت معاه بشكل كبير يعني. وان شاء الله يا رب اي حاجة ان شاء الله هتعلمها برضو هقولها لكم. فانا بشكركم كتير وبشكر حضوركم بجد، ولو في اي